من هو مصطفى الكاظمي؟ ولد مصطفى عبد اللطيف المعروف بالكاظمي في بغداد عام 1967، ينتسب لعشيرة الغريب، حيث نزحت أسرته من الشطرة في ذي قار إلى جانب الكرخ ومدينة الكاظمية ببغداد. والده الحاج عبد اللطيف مشتت الغريباوي محب للشعر، وكان يعمل مساحا ومشرفا فني، سكن بغداد قادما من الشطرة عام 1963. وآخر عمل له هو مشرف فني في مطار بغداد. وكان والده ممثل للحزب الوطني الديمقراطي حزب كامل الجادرجي في الشطرة. لا يمتلك جنسية غير العراقية، لكنه كان يمتلك جواز لجوء سياسي كونه معارضا للنظام السابق. متزوج ولديه طفلتان. إخوته مالك هو الأخ الأكبر مهندس مدني، ولديه أخ مقيم في الدنمارك الدكتور صباح الكاظمي عديل الدكتور حيدر العبادي، وعمل مستشارا له. جمال طبيب مقيم في اليونان، وعماد مهندس. غادر مصطفى العراق عام 1985 عن طريق إقليم كردستان إلى إيران ثم ألمانيا ثم بريطانيا. اختار لقب الكاظمي خلال عمله كصحفي. نشاطاته: حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون، وأصبح رئيسا لتحرير مجلة الأسبوعية. برز في مجال حل النزاعات وتوثيق الشهادات وجمع الأفلام عن ضحايا النظام السابق. أدار مؤسسة الحوار الإنساني للتأسيس بديلا عن العنف في حالات النزاع. عمل كمدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية، وكاتب عمود ومدير لتحرير قسم العراق في موقع المونيتور الدولي. ركزت مقالته على تكريس روح السلم الاجتماعي في العراق. ألف العديد من الكتب أبرزها مسألة العراق، المصالحة بين الماضي والمستقبل. تم تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العراقي عام 2016.